نتابع هذا التقرير الذي يقرأ في تفاصيل موقف المنتخب السعودي قبل مواجهة الغد. المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة من التصفية الأولية لكأس العالم 2014 إلى جانب منتخبات أستراليا وعمان وتايلند. بدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات على استاد السيب الرياضي بمواجهة المنتخب العماني، وتعادل معه سلبا ليحصد نقطته الأولى في التصفيات. وعلى أرضه وبين جماهيره خاض المنتخب السعودي مباراته الثانية في التصفيات، ومني بخسارة موجعة أمام المنتخب الأسترالي بواقع 3-1. بعدها توجهت بعثة الأخضر إلى بانكوك للقاء المنتخب التايلندي ليسفر اللقاء عن تعادل آخر للمنتخب السعودي ونقطة إضافية. حسابيا لا بد للمنتخب السعودي إن أراد التأهل أن يكسب مباراتيه المقبلتين أمام تايلاند وعمان شرط خسارة تايلاند مباراتين من مبارياته الثلاث المقبلة أو يتعادل فيهما. مباراة حاسمة غدا أمام تايلاند، وآمال معلقة بنجوم المنتخب السعودي، وأمنيات وأحلام جماهير تتوق للانتصارات. آمال وتطلعات كبيرة للمنتخب السعودي، هذا الموقف الذي يواجهه هو الأصعب. قلت شكرا لزميل بدر الفرهود ومعه أيضا فهد الغامدي عبد الرحمن الناصر. هذا التقرير الأولي، قراءة أولية للمنتخب السعودي.